أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ينطلق شوط آخر ويشاركنا زميل آخر أيضا بالتعليق. أنقل الميكروفون إلى زميلي محمد بن سعيد بن معدن ليطربنا مع هذا الشوط المتحمس الذي يحمل في طياته الحماس ويحمل في طياته أيضا المفاجآت الكبيرة. أيضا الوحش موجود وهذا هو صاحب الشوط، يبغي المتابعة بس ويبغي. نتمنى له التوفيق والناموس أينما شارك أو أينما ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل تحية طيبة في هذا الميدان، ميدان الأهباب، ميدان الهجرة العربية الأصيلة. مشاهدينا الكرام، قبل لحظات بحفظ الله ورعايته وتوفيقه انطلق الشوط، الشوط مشاهدينا الكرام الثاني عشر مشاهدينا الكرام بالجعدان الإذاعة المهجرات الأصائل لأبناء القبائل، انطلاقة موفقة وسليمة. هناك بنعود للمركز الأول، راهي للسيد محمد بن عبد المشايخي ماخذ المركز الأول، بينما المركز الثاني الوحش مشاهدينا الكرام خذ المركز الثاني، تعود ملكيته للسيد سعيد بن سيف بن علي بكليب ماخذ المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك اصبح بالنصيبه اللي هو ضاري السيد محمد بن يروان النيادي ماخذ المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع مشاهدينا الكرام مليح للسيد علي بن عبيد بن حمد بالصوب الاجتبي، والمركز الخامس بنشوف المركز الخامس هناك للسيد علي بن خليفه الرميذي ماخذ المركز الخامس، والمركز السادس شعار بن غدير اللي هو جمر السيد سالم بن رايد بن حمد بن غدير الجدبي. المركز السابع مشاهدينا الكرام اللي هو صدام السيد راهد بن علي بن رشيد، والمركز الثامن رقم ثلاثة اللي يحمل رقم ثلاثة هناك الخوار راهد بن سالم المسافري، والمركز التاسع مشاهدينا الكرام الطليلي السيد محمد بن خميس بن هندي المهيري الشاعر موجود مشاهدينا الكرام، وهناك المركز العاشر مشاهدينا الكرام اللي هو أشقر السيد عبيد بن سلطان بن رشيد. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، ندال العشرة المراكز الأولى مشاهدين الأعزاء. وهناك على مقدمة الشوط لا زال مشاهدينا الكرام اللي هو راهي للسيد محمد بن عبد المشايخي مشاهدينا الكرام ماخذ المركز الأول، ولكن المركز الثاني أصبح من نصيب الوحش للسيد سعيد بن سيف بن علي بكليب الجتبي، والمركز الثالث هناك اللي هو للسيد حمد بن يروان النيادي اللي هو ضاري ماخذ المركز الثالث، والمركز الرابع رابع المراكز هني اللي هو صدام السيد راهد بن علي بن رشيد، والمركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام الطليلي للسيد محمد بن خميس بن هندي المهيري، والمركز السادس بنشوف المركز السادس الخوار للسيد راهد بن سالم المسافري، وهناك المركز السابع اللي هو جلمود السيد محمد بن علي بن خليفه الرميثي، وهناك المركز الثامن مشاهدينا الاعزاء اللي وصل وخذ المركز الثامن اشقر للسيد عبيد بن سلطان بن رشيد، والمركز التاسع مشاهدينا الكرام بنشوف المركز التاسع اللي هو رصاد للسيد محمد بن علي بن راشد الاجتبي، والمركز العاشر للسيد سالم بن راشد بن حمد بن غدي الاجتبي. هذه النتيجة، نتيجتنا للعشرة المراكز الأولى مشاهدين الكرام في هذا الشوط، شوط المهجنات، شوط الجعدان الإذاعة المهجنات. مشاهدينا الكرام ما شاء الله ما شاء الله، راهي وينك يا راهي، وينك يا الوحش، وين هني بتستوي هني مشاهدي الكرام. وهناك ضاري المركز الثالث، وهناك المركز الرابع اللي هو مشاهدي الكرام المركز الرابع الطليلي للشاعر محمد بن خميس بن هندي المهيري. يلا عندهم يا ابو منصور، عندهم، لا تنقصر عن الجماعة، خلك معاهم
خلك معاهم مشاهدين الكرام، ولكن راهي مشاهدين الكرام السيد محمد بن عبد المشايخي ماخذ المركز الاول ويتلفت يمينا يسارا. يا سلام، اكيد انه بيشل السلام وبيوديه هناك سلطنة عمان الشقيقة. يا سلام، ولكن هناك المركز الثاني مشاهدين الكرام ماخذ المركز الثاني ضاري للسيد حمد بن يروان النيادي ماخذ المركز الثاني، والمركز الثالث الوحش 1500 متر مشاهدينا الكرام. الميدان ميدانك، تعود ملكية الوحش مشاهدينا الكرام للسيد سيف بن علي وسعيد بن سيف بن علي بكليب مشاهدينا الكرام. ولكن هني على المركز الرابع الطليلي السيد محمد بن خميس بن هندي المهيري. يا سلام، خلك يا ابو منصور، خلك عندهم حداهم، لا تخليهم يبعدون عنك، لا تخليهم يبعدون. 1200 الله 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 الله، راهي مشاهدي الكرام اللي ماخذ المركز الاول السيد محمد بن عبد المشايخي، والمركز الثاني ضاري للسيد محمد حمد بن يروان النيادي ماخذ المركز الثاني، والمركز الثالث الوحش مشاهدينا الكرام للسيد سعيد بن سيف بن علي بكليب. ولكن هني يا سلام، الله 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 الله، يا الوحش ياكم، الوحش وصل. ولكن هناك راهي مشاهدين الكرام، ما شاء الله تبارك الله، راهي وضاري، وهناك الوحش والطليلي. يا الله، الأربعة مشاهدين الكرام، أربعة ما شاء الله تبارك الله. يا الله، روح يا راعي راهي، روح يا راعي راهي، روح يوكل جماعة، يوكل جماعة. الوحش تحرك الوحش مشاهدي الكرام، والطليلي تحرك مشاهدي الكرام. الله 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 الله، هناك خلاص بشوف هناك راهي مشاهدي الكرام. عصافي بطان عصاها، ها ها، احتج علي تجم، قلت عصافي البطان، عطى شوي خالي مارو، ويلا بنشوف، يلا بنشوف هناك المركز الثاني. راهي مشاهدي الاعزاء اللي في المركز الاول، راهي تعود مركيده للسيد محمد بن عبد المشايخي، ولكن الطليلي في المركز الثاني، السيد محمد بن خميس بن هندي المهيري. ولكن خلاص من بدايه سار راس وانتهى راس مشاهدي الكرام. تهانينا والناموس سلام، وين ما تسكن يا اخوي، سلام للسيد محمد بن عبد مشايخي مشاهدي الكرام. نهني على فوز راهي المركز الثاني، الطريق للسيد محمد بن خميس بن هندي المهيري. المركز الثالث للسيد سعيد بن سيف بن علي بكليبي. المركز الرابع النيادي، والمركز الخامس شاهين عبد الله بن علي بن حميدان. وهذه الخمس المراكز الاولى مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس مشاهدينا الاعزاء، تهانينا. والتوقيت الزمني هناك 7:56. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام.